أنت حبيت فنانة عربية حب كبير وبعدين قررت أنك تبتعد عنها وتشق حياتك، وهي بعدها دخلت في حالة اكتئاب كبيرة ولجأت للمهدئات فترات طويلة. ما راح أسألك عن القصة، لكن سمي لي من هي هذه الفنانة العربية. إذا سميت راح يتدبل المبلغ، راح يروح للناس المستحقين. إذا رفضت هذا قرارك ولكنك ستبقى في 16، وهذا مبلغ يعني راح يفرحون الناس اللي بيروحوا لهم لو كان 32. سامحني أخ علي، أنا ما بقدر جاوب على هالسؤال، ولو أنه سؤال برد الخير، لكن حيسيء لشخص غالي على قلبي، شخص كان فيه مثل ما قلت قصة جميلة، ولكن القدر كان أقوى من أي شيء في الحياة، فما فيني إلا أدعي له بالسعادة. شوف ترى حتى الوثائق السرية والوثائق، في وثائق عمرها 25 سنة، بعد 25 سنة تقدر تقول يا سيدي لا، أنا رأيي تقول علشان الناس، يعني أنا علشان هذه الفئة اللي تستحق، راح تسعدهم كثير. أنا مستعد أتبرع من المبلغ ولا لا، من قوانيننا ما حد يتبرع. أنت قصتك أنت برا ولا ممكن أن نهائيا نهائيا، لأنه بتأثر عليها نفسيا وهي بحالة كثير صعبة الحين. طب أنت أثرت نفسيا بالفراق؟ أنا مشكلتي كنت أعشق شيء فيها، مش حب كان. فهمت علي؟ وهي كانت تعشق كل شيء. وهي كانت تعشق كل شيء. وش الشيء اللي كنت تعشق فيها؟ أنت عايز توصل يعني. فلو قلت هذا بس للرد هذا يمشي الحال؟ صوتها. لا صوت. كنت أعشق صوتها.